على أنغام الفرح وابتسامة الأطفال احتفل أبناء مدينة تعز بعيد الأضحى باحتفالات فنية حملت صوت الفرح وتغنت بلحن التراث التعزي الحامل لجمال المدينة والصادح بصوت ألمع الفنانين. فرحة العيد هذه السنة كانت نكهة جديدة وفرحة كبيرة، كونها استضفنا الفنان الكبير أيوب طارش، الإنسان المحبوب لدى الجميع، صاحب التراث اليمني. كان العيد نكهة أخرى وفرحة كبيرة حشدت الكثير من الجماهير في ميدان الشهداء وفي استحامة الحدائق، وكل مكان فيه منتزه وفرحة للعيد. كانت تجمع أكثر، سنة مليئة بالفرح والاحتفالات الرائعة التي أعطت قلوبنا بهجة وفرحة كبيرة. كانت هذه السنة الفرحة العيد والابتهاجات التي حصلت في محافظة تعز مختلفة عن بقية السنوات الماضية، فالحدائق والمنتزهات اكتظت بزحمة السكان. كان الفرحة العيد في مدينة تعز لهذا العام لون آخر لما شهدته المدينة والعديد من المتنزهات من الزحام، أبرز الفرحة الساكنة في قلوب السكان والتي غابت في السنوات الماضية، وحاول أبناء المدينة إعادتها بعيش الفرحة رغم كل المعوقات التي تقف أمام حياتهم. الزحام شديد هذا العيد، ويعني كان من ابتداء من صباح، يعني من بداية اليوم الساعة 8 وإلى آخر الليل للساعة 12 الساعة 11. لأول مرة عاش أبناء تعز فرحتهم في هذا العيد. استطعنا كسر حاجز المعاناة والظروف الصعبة التي نعيشها بخروجنا للاحتفالات في الحدائق والزيارات والالتقاء بالأصحاب والأصدقاء والأقارب. تغنت تعز بلحن أيوب وعاش أبناء المدينة فرحة عيدهم بالعديد من التفاصيل التي رسمت السعادة وأنستهم آلام المعاناة التي تحط بهم من كل جانب.